استاذ احمد، يعني هنا لو احنا بنتكلم بقى ان دخلنا في اداره الميراث وفيها عقارات، هل هنا العقارات دي لازم تكون مسجله علشان خاطر يتم بقى عمليه القسمه او الفرز والتجنيب؟ تمام. شوف، دي مشكله يجب بقى المشرع ياخد باله منها، مهمه جدا جدا. انت كتير قوي ناس يروحوا يرفعوا دعوه اسمها دعوه فرز وتجنيب، اللي هي الدعوه اللي هي بتبقى عايز كل واحد بقى ياخد حقه. تمام. دعوة فرز والتجنيب دي بعض الدوائر أو بعض القضاة لو ما لقاش العقار مسجل بيرفض الدعوة. بيرفض الدعوة. علما القانون ما قالش كده، ولكن هو مستمد لإيه برضه القاضي عشان نبقى واضحين؟ هو بيقول لك إيه؟ أن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل. فإذا كانت الملكية أصلا ما انتقلتلكش الملكية، نفرق بين عشان الناس ما تتخضش. انا ممكن اكون بايع لك حاجه ومعاك عقدها وانت مالك، تمام، بس انتقال الملكيه او التسجيل ده اللي بينقل الملكيه، تمام. فالمورث نفسه اللي مات ما نقلش ملكيته، فالقاضي بيقول لك انا مش شايف حد، انا لازم تبقى عندي الملكيه ثابته عشان افرزها واجنبها. فانا مش شايف الملكيه ثابته ليه؟ لانها ما انتقلتش لمورثك، مورثك ما سجلش. بس عدى مدة كبيرة، عدى 20 سنة. ما هو ملوش دخل القاضي، أنت ما بتتكلمش في تثبيت ملكية، ولا بتتكلم أنت عايز نقل الملكية عنده، يعني أن الملكية المنقولة الملكية المسجلة. فبعض القضاة الصراحة بيبصوا في الحتة دي ويدي لك رفض للدعوة. وبعض القضاة بيمشيها. تمام؟ لو ما فيهاش نص صريح أنك لازم تكون مسجل. او يعني دعوه صحه ونفاذ عشان ترفعها لازم تكون مسجل عشان تروح تاخد تشهر العريضه والقصه الظريفه بتاعت الصحه ونفاذ دي، لكن دي لا. وهنا يجب المشرع بقى ياخد باله. وهنا بقى شوف برضو كل ما الناس هتفهم قانون هتفهم ان التسجيل ده كان ده ميزه كويسه قوي، صح؟ ده ميزه كويسه فعلا للناس. اهو حاجات زي دي بيبقوا ورثه ومش عارفين يعملوا ايه لو القاضي رفض، طب هتعمل ايه؟ أثبت ملكية بقى خلاص، معدى 15 سنة. انت عايز عايز تسجل، اسجل عشان عايز تعمل فرز وتجنيب. انت النهاردة عايز تعمل فرز وتجنيب عشان ننهي حالة الشيوع دي، نعمل في قضايا فرز وتجنيب عشان ايه؟ عشان المحكمة تفرز. المحكمة دائما ابدا في قضايا الفرز والتجنيب هتقول لك ايه؟ يتعذر القسمة. يعني شقة، انا مش هعرف اديك اوضة وجزء من الحمام في الشقة. ودي حضرتك زي ما فيش، هينفع. فيحصل ايه؟ فالمحكمه توديها للخبير، الخبير يقول لك اتعذر القسم. طب بعدين يعني ايه اتعذر القسم؟ الدنيا وقفت؟ لا. ويحدد ثمن للشقه، يقول الشقه دي تساوي 1,000,000 جنيه، ويعرض على القاضي وتباع الشقه في مزاد علني وتقسم اموال الورثه. طيب انا الشقه دي غاليه عليا، خش في المزاد. حضرتك عايزك تدخلي انت واحده من الشركاء او من اصحاب الحق، خش وهيبقى مزاد. انا اقول 1,000,000، انت تقولي 1,010,000، فمن حقك انت كمان تاخديها في المزاد. فهو ده المشكله. فالمشرع لازم ياخد باله في التعديلات ان شاء الله الجديده، يا ريت يعني يبقى الدعوه دي عشان ننهي حاله الشيوع مش ضروري الملكيه تكون مسجله، طالما الملكيه ثابته للناس. ف بعض الدول بتاخد بيها اللي نقدر نقوله يعني.